أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناة الشرقية نيوز، وحلقتنا جديدة من منتصف النهار فيها الكثير من المواضيع المهمة والشيقة، ودائما ما نكون موضوعاتنا تلبي طموحات جمهورنا وكل من يشاهد شاشة الشرقية نيوز. أهلا عليكم. أهلا رنا. طبعا أكيد حلقة بداية الأسبوع راح تكون حلقة مليئة بالطاقة، مليئة بالعطاء، مليئة بالحب، وفقراتنا طبعا منوعة. مشوارنا لهذا اليوم نبدأه بقضية المنتصف بعد أن نذهب لفاصل ونواصل. اليوم موضوع قضيتنا مهم، وطبعا هذا الموضوع هو يخص الشباب والكبار أيضا على حد سواء. نتحدث اليوم عن الحرص بمفهوم الإيجابي والسلبي. راح نتحدث اليوم عن متى يكون الحرص أمر إيجابي صحيح يجب مراعاته في أمور الحياة المختلفة، أيضا متى يكون الحرص سلبي يمكن يصل إلى حد الإضرار بالشخص وأيضا بالمحيطين بهذا الشخص ويجب التخلص منه بأسرع وقت. صحيح علي، يعني الحرص دائما ما يكون أمر إيجابي خاصة بالأمور المهمة بالحياة أو بصورة عامة. يعني الكثير من الشباب اليوم شوفهم حريصين على دراستهم وحاجاتهم وسياراتهم وممتلكاتهم، يعني هذا شيء جدا حلو، لكن من يكون الحرص زيادة عن اللزوم راح يدرج من ضمن البخل، فبالتالي يعني تفكير الإنسان لأمور المستقبل يمكن تجعل أنه يضيع الحاضر وما يعيش الحاضر، فبالتالي يدخل في حد البخل وحد المبالغة في هذا الحرص. راح نتعرف على آراء الناس مع سيف عبد الوهاب اللي دائما ما يتحفنا بتقاريره واستطلاعاته. نذهب للتقرير ونعود للنقاش. أنت حريص؟ في شيء طبعاً أنا حريص، يعني بمجتمعنا العراقي لازم واحد يكون حريص من كل جميع النواحي، يعني على شغلاتك، على شغلاتك، سيارتك، فلوسك، يعني تعرف أنت بالوقت هذا إذا واحد مو حريص على نفسه لو على ماله لو على يعني على عرضه على أي شيء. هو الحرص شيء واجب، مش لازم واحد يحرص على نفسه. والله بصراحة وادي بالنسبة يعني أكو أشياء مثلاً ما أستخدمها أزلها على صفحة، اقول لي حيدر بابا يا مثل ليش هاي الشغلات تعزيها على صفحه، حرامات هاي تفيدك بهاي، قال لي لازم تصير حريص عليها. اكثر شيء يعني قال لي على الحرص بالدراسه مستقبلي، يعني مثل الشغله اللي يعطيني اياها يقول لي ليش ما تكون عليها حريص، وهاي هسه من كبرت شويه حسيت بهذا الشيء، حسيت انه انا غلطان، تندمت لان ما حرصت يعني على هذا الشيء، يعني مثل دراستي ومستقبلي عملي غراضي مثل هيك كنت مو حريص عليها، فهسه حسيت عليه من كبرت ووعيت ودا اشوف يعني الاصغر من يمي واقول هذا يعني غلط قاعد يسوي، قلت له تشي تشي اسوي مثله، فشويه حسيت بهذا الحرص الشديد. الوالد دائما يوصينا بالحرص، يعني نحرص على دراستنا وعلى اشياء مو بس دراستنا. مره من المرات وصانا على دراستي انه انتبه على المدرس، قال المدرس انتبه على شرحه. همنا الشرح قمنا ندرخ الدراسه. تاخر السنه لان بالامتحانات الاخير السنه ما رسبنا لأن ما منتبع على الشرح، حفظت الدرخ فأجتنا أسئلة أنه مو كاملة، أديت واجب كامل فرسبت سنة. حسيت نفسك أنه كنت مهمل يعني محرص؟ أي ما كنت حرص على شرح الأستاذ، فالحمد لله راجعنا نفسنا ودرسنا ونجحنا وكملنا دربنا، فوصى كل شاب عراقي أنه اسمع كلام أبوه مهما يكون عصبي هو إلا لمصلحته، الحرص إلا والأهله. استلمت الراتب وانا عندي مصروف، طلعت وبذرت شوية فلوسي، يعني صرفت على شغلات مو مهمة، وراها حسيت بفرق، يعني شفت نفسي مو حرص. يعني اي اكيد شوية تندمت، قلت مفروض انا اخطط افكر هذا الشيء احسب له، ما صرف ايش تصرفات، لازم اكون حريص. ابوي من نجحت قبل ما انجح وعدني بسيارة، قال لي اذا تنجح، انا نجحت اشترى لي السيارة، بس شنو سقت بيها بتهور ومشيت سريع الى ما فلشتها. طبعا هو والدي يعني قبلها من كان شوفني اطلع بالسياره قال ليش ما تحافظ على سيارتك، ليش ما تصير حريص، وانا هسه كلش متندم، يعني سياره راحت مني بسبب التهور. انت حريص لو لا؟ لا مو حريص. هذا اعتراف خطير. اي اوكي. شنو حسيت نفسك انت مو حريص؟ مو حريص بكل شيء، يعني على شنو اكون حريص؟ يعني انا حريص اليوم مباشره اموت، شنو الحرص؟ شنو داعي الحرص؟ بذر؟ اي بكل شيء. تاخذ حكي بهاي المساله؟ ابد ما اخذ حكي. مو حريص ما اتعامل وياه انه هو يحافظ على حاجه وبوقتها انه انا اعطي اي حاجه. طبعا نشكر مراسلنا سيف عبد الوهاب على هذا الاستطلاع، يمكن الاراء متباينه، الاراء ايضا جميله.
الحرص، موضوع الحرص هذا الموضوع اللي يمكن نتحدث عنه اليوم بإسهاب وراح نناقشه أكثر، ولكن بداية نشوف أنه هناك يمكن من مثل آخر شخص ظهر في هذا الاستطلاع ذكر أنه أنا ما حريص وماكو داعي أكون حريص لأنه كل شيء زائل. هذا من الناحية المادية، ولكن حنتحدث عن الحرص في الجوانب الأخرى بالحياة، مثلا الشخص يكون حريص في أداء عمله، يكون حريص على يعني إتمام أعماله على أتم وجه، ونشوف أنه البعض يكونون حريصين زيادة عن اللزوم من الناحية المادية يمكن حتى يصل إلى حد البخل، وبالتالي يضيع الفرصة عليه ولا يعيش حياته ولا يستمتع بحياته ولا راح يستفاد بالنهاية. راح أتحدث أكثر طبعا مع أستاذ علم النفس الدكتور حيدر الدهوي الباحث الاجتماعي. نهارك سعيد دكتور. نهار السعادة والبهجة والجمال والفرح والحرية. يسعد نهارك. وأهلا وسهلا بقناتنا المباركة. يسعد نهارك يا رب وكل أيامك. دكتور بداية خلينا نتحدث عن الآراء اللي جت في هذا الاستطلاع، يمكن بها آراء نوعا ما تلفت الانتباه، مثل الشاب اللي ذكر أنه والده اشترى له سيارة وبالتالي ما كان حريص عليها. هذا يقودنا لموضوع مهم جدا، أنه الشخص عندما يعني يحصل على فد أمر مثلا سيارة أو منزل أو عمل يكون هو تعبان به بالتالي راح يحافظ عليه، بس لما يكون جاهز هذا الأمر يجي ويقدم له بكل سهولة بالتالي ما راح يحافظ عليه. أيضا الشخص الآخر اللي ذكر أنه يعني على شنو أكون حريص، ماكو داعي أكون حريص، ويعني جاء في الاستطلاع آخرون ذكروا بأنهم حريصين يمكن في أداء أعمالهم وما شابه ذلك. شنو رأيك بالآراء اللي جت في هذا الاستطلاع؟ أستاذ علي، تقرير جميل، وكانت الآراء على اختلافها إلا أنها أكدت على مفردة جميلة قد تكون في بعض الأحيان إيجابية وقد تكون سلبية، ألا وهي مفردة الحرص. وكما تحرص اليوم قناتكم المباركة على إيصال هذه الفكرة إلى الجمهور، نقول أن كلمة الحرص هذه ذات شقين، ربما تكون مثل السيف، تقطع في بعض الأحيان وتفيد في بعض الأحيان للدفاع عن النفس. إذن هي صفة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية ينتفع منها الإنسان. الحرص قد يرتبط بالطمع والجشع وحب المال على حساب الآخرين، وقد يكون إيجابيا من خلال اكتساب العلم والمعرفة وتطوير الذات وإمكانيات الإنسان وقدراته على الفعل في المجتمع وتطوير المجتمع. هذا ما نحتاجه اليوم، الحرص في أن يكتسب الإنسان طاقة إيجابية تمكنه من التعامل مع الآخرين من خلال إقامة علاقات إيجابية مثمرة، أن يكون حريصا أن تكون سمعته جيدة بين الناس، أن يكون عمله متقنا بين الناس، أن يكون حريصا على إسعاد الآخرين، أن يكون بناء، أن يكون قادرا على فعل شيء وإنتاج شيء إبداعيا جديدا. الحرص في هذا أن تكون مسؤولا مسؤولية إيجابية، لا أن تكون مؤذيا في طرفها الآخر. هذا النوع من الحرص ما نتمنى أن تكون حريصا على الدراسة، أن تجد وتجتهد وتبدع في مجال دراستك وأن تحصل على الشهادة التي تريد، أن تكون حريصا في أن يكون هذا العمل الذي تقوم به يسعد الآخرين وينفعهم. أما الجانب الآخر من الحرص اللي هو الطمع والجشع، هو اللي يولد الحروب والكوارث وحب الدنيا وحب المنصب وحب الرئاسة وحب الكرسي، وأن يضحي بالآخرين من أجل أن يبقى هو فرحا سعيدا ويرضي حاجة. دكتور حيدر، يعني ممكن الحرص يعني ممكن الشخص يشوف نفسه أنه هو ملائم أكثر لهذا المكان، فبالتالي يكون حريص على أنه يأخذ المكان المناسب. لكن يعني أنه أنا عندي سؤال، مثلا يعني في محيطنا العام الشخص يحتار يكون حريص أو يكون مهمل، لأنه مجرد أنه يكون حريص يعني يطلق عليه الناس أنه هو بخيل جدا، فبالتالي يمكن يتماهل، أو إذا ما يكون يعني متوازن يميل إلى الإهمال فبالتالي يطلق عليه الإهمال. فيعني الإنسان كيف ممكن أنه يكون متوازن ويوازن ما بين الحرص، يعني لا يذهب إلى البخل وما يكون كذلك مهمل، يعني يكون متزن؟ كلام جميل وسيدتي، كلام جميل وأوصلت الفكرة وأوجزتي حقيقة. نعم، قد يكون الإنسان حريصا في إيصال فكرة ما، ولكن قد تكون فكرته خاطئة في نفس الوقت. قد يحتل منصبا معين ويريد أن يوصل فكرة معينة إلى الناس وهو حريص على أن ينتجها بطريقة صحيحة. هذا ينطبق عليه في بعض الأحيان المثل القائل المستقيم جدا يبدو أعوج في المسألة. فالحريص هو ذلك الشخص
الذي ينتبه إلى جميع الأمور ويعمل بها بدقة في ضوء المتوقع وفي ضوء الإمكانيات والقدرات الشخصية. هذه القدرات يقيمها الناس فضلا عن هو يقيم نفسه في نفس الوقت، ولذلك من خلال هذه البرامج التي نذيعها يجب أن نسوي مراجعة للبرنامج الذي أقدمه اليوم حتى أتجاوز الأخطاء في المرة القادمة ويحكم عليه الآخرين. الحرص إذن في العمل وإتقانه، في بعض الأحيان أكون حريصا على إنجاح عملية جراحية بطريقة صحيحة، إن لم أكن متمكنا من أداء عملي في هذه العملية الجراحية قد يموت المريض هذا وتنتهي حياته بسبب عدم حرصي في أن أجري العملية بوقتها المناسب وأكون بحالة من الراحة النفسية بحيث أستطيع أن أجري هذه العملية بطريقة صحيحة. وكذلك القائد، قائد رئيس دولة قد يدخل في حرب من حرصه على الدفاع عن وطنه، ولكن يعطي شهداء ويعطي ضحايا ويقودنا إلى كوارث كبيرة جدا. هذا الحرص الزيادة عن اللزوم قد يكون قاتلا في نفس الوقت، يجب أن ننتبه إلى مسألة الحرص. ولذلك تجدين سيدتي وأخي أستاذ علي أن هذه كلمة الحرص في القرآن الكريم وفي الإسلام أنه مذمومة هذه الكلمة، صحيح. يعني ليست كلمة إيجابية وإنما وردت في مواطن أنه الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى درجة الحرص مهما استطاع. فعلا فعلا هو هذا اللي لفت انتباهي يمكن لما قلت عن الموضوع، ولكن في مجال التربوي والنفسي. نعم. نعم نعم دكتور، أي في المجال التربوي إحنا المفردة أخذناها بجانبها الإيجابي، أنه صح. تطوير الإمكانيات والقدرات بما تمكننا من أن نتجاوز مسألة معينة وأن نقدم شيئا جديدا. نعم. يعني والشخص لما يكون حريص إلا عنده فد غاية معينة، أنت شوفك اليوم حريص على أنه تظهر بأناقة كاملة، عندك فد موعد أو عندك فد شيء اليوم كلش أنيق أنت؟ طبعا الجمال والعذوبة التي نجدها في جنابك الكريم أن تكونوا حريصين بهذا المظهر الجميل واللائق. أيضا أنا تعلمت أن حينما أكون حريصا في أكون في قناة فضائية أن أكون أرتدي بعض الملابس التي تثير متعودين على أناقتك، ولكن اليوم أناقتك ملفتة للانتباه ولهذا السؤال بمعنى الجمال. دكتور يعني خلينا نتحدث أكثر بهذا الموضوع، يعني هو الحرص هو لبنى منكم نتعلم إن شاء الله. الله يحفظك. الحرص هو لبنى الأساسية في نجاح كل أمر مثل ما تحدثت، إذا ما نأخذ من الناحية الإيجابية بعيدا عن الماديات أو عن الأمور الثانوية. جميل أنه أكون حريص في أداء عملي، جميل أنه دائما أتقن ما أقوم به من عمل وأكون حريص على إتمام هذا العمل بأجمل صورة. اليوم خلينا نتحدث عن الأمور اللي تستوجب أنه أكون حريص فيها، والأمور اللي يجب أيضا مثل ما ذكرت رنا قبل قليل أن أكون متوازن فيها. خلينا نتحدث عن الحرص والأمور اللي تستوجب أنه الشخص دائما يكون حريص في أدائها وفي يعني عندما يقوم بها. شيء جميل أستاذ علي، أنا كنت متابع لقناة الشرقية حينما تحولت إلى الHD، ولذلك كان من المفترض أن نرتدي أشياء تعطي أكثر بهجة للمشاهد الكريم، نكون حريصين على أن ينظر إلينا المشاهد الكريم بطريقة أكثر جمالا ليشعر بهذا الجمال ويتفاعل معه ويؤثر في نفسيته. فضلا عن ذلك يجب أن نكون حريصين على أن تكون أعمالنا دقيقة، مثل أولئك الذين يعملون في ورش تصليح السيارات، إن لم يكن دقيقا في عمله ربما ممكن يؤدي إلى حادثة، ربما تنقلب السيارة. فضلا عن ذلك يجب أن يكون مدرسا حريصا على أن يوصل المادة العلمية بشكل صحيح إلى تلامذته وإلى طلابه، وإلا سوف يتلكؤون ولا يحصلون على الدرجات التي يحصلون عليها. يجب أن يكون الطبيب حريصا على إجراء عمليته وفحص الطبيب والمريض بطريقة صحيحة وإيجابية. بالتأكيد هذا اليوم ما نطمح إليه حقيقة. فضلا عن ذلك أن يكون نعم بالتأكيد يعني أنه الأمور اللي أنت ذكرتها لابد أن يكون الإنسان حريص بها، خاصة إذا ما كانت مجال التعليم أو مجال الطب ومجال يمكن يعرض حياة الإنسان للخطر. فبالتالي هنا الحرص واجب يعني ولازم على كل إنسان، يمكن هذه المهن اللي يمتهنها تكون هذه مهن كأنه هي أمانة في يد الإنسان. طبعاً شكرا طبعاً للدكتور والباحث الاجتماعي الدكتور حيدر الدهوي للحوار معك. مشاهدينا راح ننتقل إلى فاصل ونعود إلى مشاركات الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا
طبعا راح نبدا من اثير الزين يقول السلام عليكم. عليكم السلام. الحرص امر ضروري للوصول الى الاهداف، فالنجاح في العمل لم ياتي لو لم يكن هناك حرص، لكن قد يتحول الحرص الى قلق وهوس في حالات اخرى. علي يقول بلا شك الحرص امر ايجابي وضروري على جميع المجالات، ولكن عندما يخرج عن المعقول والمنطق راح يكون امر سلبي. مثلا حرص بعض الاشخاص على اموالهم وممتلكاتهم يصل لدرجة البخل في الإنفاق لتوفير الاحتياجات. وشهاب الطه يقول السلام عليكم. الحرص من أسباب النجاح، فالحريص غالبا ما ينجح في أعماله أو في حياته، وهذا هو الإيجابي، ويجب التفريق بينه وبين البخل، فمتى ما تحول الحرص إلى بخل هنا يدخل حيز السلبية. وولاء محمد في التعليق السلام عليكم. الحرص على هذه الأمور إيجابي بلا شك، وأنا برأيي الحريص على هذه الأمور يعتبر إنسان ناجح وموفق في حياته اليومية. طبعا أيضا من فقراتنا المنوعة راح ننتقل لطبعا معرض فني أقيم في مدينة السليمانية لعدد من الشابات العراقيات من مختلف المحافظات ليكونوا عراق مصغر في معظم طبعا أعمالهم الفنية واليدوية، وأيضا هناك رسومات ونقش على الزجاج وأيضا الحياكة اليدوية. بالتأكيد علي، يعني المعرض اللي حمل عنوان F Art Gallery يعكس إبداعات الشابات في إنتاج أعمال تستحق الوقوف عندها، حيث يعني جسدت الفلكلور العراقي والتراث البغدادي الأصيل. زميلنا عدنان الجاف كان متواجد في هذا المعرض ونقل لنا أجواء، نتابع. حبينا نسوي فالتجمع هنا من مختلف محافظات العراق. أنا أعرف هواية فنانات هنا، وإحنا كنا حابين إنه نسوي معرض خاص بينا. فأنا بالنسبة لي كنت دائما أشترك بمعرض، وما زلت يعني خارج العراق وداخل العراق خصوصا ببغداد، بس هنا إحنا لأن قاعدين بسليمانية ما صار مثل هذا الحدث، فهذا يعتبر الأول. أنا جماعة مجموعة من الفنانات اللي أنا أعرفهم وهم من مختلف أنواع الفن يشتغلون، جماعتهم وسوينا هذا المعرض المشترك بيناتنا، هو يعتبر الأول هنا بالسليمانية وإن شاء الله راح يتكرر بالمستقبل. أنا سعيدة بمشاركتي بهذا المعرض. هو متكون من عدة أعمال يدوية ورسم بأنواعه، رسم على الكانفاس، أكريليك، رسم على الزجاج. شاركت بأربع لوحات، لوحات يعني جسد المرأة العراقية أو البغدادية، الفلكلور العراقي البحت، ورسم على الزجاج ورسم على القماش. أنا يعني أول مرة صراحة أشارك بمعرض، وهي مبادرة من ست إيناس العاني سوت الجروب وضافتنا، إحنا كنا مجموعة صرنا تقريبا 12 بنية، وما شاء الله كل واحدة شغلها يعني يختلف عن الثانية، وحتى إذا أكو تشابه فكل واحدة لمستها تختلف عن الثانية أكيد. وشغلي أنا رسم على الزجاج، طباعة على الشموع، ما أنه ظرف البلد شوية وشغل قليل يعني التعيينات، فيعني أتمنى أنه كل واحد يطلع الموهبة اللي عنده، هم يعني وقت حلو يقضي بيها وهم يفيد نفسه يبدع بالضبط. وهذا الشيء جديد شوية بسليمانية، يمكن بغداد احنا متعودين على بزارات وكذا، بس بسليمانية قليل، فيعني تقريبا احنا من أول فاكرين بهاي الشغلة يعني، وإن شاء الله دائما نكررها.
بنات تقريبا من كل محافظات العراق، يعني من كردستان ومن بغداد ومن الرمادي ومن الموصل ومن كل المحافظات. الشيء الحلو انه هم اجتمعوا على هالفكرة هذه انه يقدمون هذا المعرض المصغر في هذا المكان في السليمانية في قلة ريران، وشغل منظم وحلو، وان شاء الله اتمنى لهم كل الموفقية وان شاء الله معارض اكبر واكثر ويستحقون تسليط الضوء عليهم. من جديد أهلا بكم، ووصلنا إلى فقرة الأخبار المنوعة. رح نبدأ بأول خبر واللي هو اخترقت الحسناء الأمريكية من أصل فلسطين الصف الأول بين نجوم هوليوود، حيث انتشر اسمها سريعا بعد أن أصبحت الوجه الإعلاني الأشهر للماركات العالمية وتصدرت أغلفة أهم المجلات. الحسناء العربية تمكنت مؤخرا من تصدر أسماء النجمات الأكثر جمالا وحضورا على مواقع السوشيال ميديا لعام 2015، كما أنها حصلت على لقب عارضة الأزياء الأولى للعام الحالي. وولدت حديد أو جيجي حديد في الولايات المتحدة عام 1995 تحديدا في ولاية لوس أنجلوس، وتخرجت من المدرسة في عام 2013، حيث قررت بدء حياتها المهنية بالعمل كعارضة أزياء محترفة. وهي اليوم الوجه الإعلاني لماركات عالمية مثل جاس وفيكتوريا سيكريت، ما خولها لتحجز مكانتها سريعا في عروض أزياء أشهر المصممين. طبعا بدنا نشوف انه بالفيديو يعني جيجي حديد تستعرض كيفيه طريقه المشي، وخاصه مشي المراه الواثقه، يعني انه دائما تكون المراه العربيه دائما واثقه وخاصه المراه الفلسطينيه. وبعدنا بالتاكيد يعني باجواء العيد والاحتفالات العالميه، ونشرت شركه جوجل على قناتها في اليوتيوب فيديو جديد بتقنيه الوقعه الافتراضيه استعرض زينه البيت الابيض احتفالا بموسم اعياد الميلاد. ويمكن لمستخدمي أجهزة الأندرويد التي تدعم نظارات الواقع الافتراضي تشغيل تطبيق يوتيوب واختيار وضع الواقع الافتراضي كاردبورد من أجل مشاهدة المقطع الذي يمتد لفترة 5 دقائق. ويمكن لمستخدمي كذلك هواتف الآيفون أيضا استعراض مقطع الفيديو دون الحاجة إلى استخدام نظارات الواقع الافتراضي. فبعد تشغيل المقطع يمكن تغيير زاوية الرؤية من خلال تحريك الهاتف أو لمس الشاشة لكشف المزيد من تفاصيل البيت الأبيض. طبعا جميل بهذه التقنية أنه ممكن خاصة اللي يكون آيفون يعني يمسكون الموبايل ويتنقلون كأنهم يتجولون في داخل البيت الأبيض. بالفعل أنه هي تقنية جدا رائعة وحديثة. وبعدنا احنا نبقى في الاحتفالات، حيث ينتظر الأطفال بفارغ الصبر ليلة عيد الميلاد للحصول على الهدايا التي يحضرها لهم أو يحضرها لهم سانتا كلوز. ليس فقط الأطفال بل حتى الكبار أيضا. في فنلندا وبالتحديد في مدينة لابلاند أو مدينة سانتا كلوز كما يطلق عليه الكثيرون، تقام الاحتفالات ابتهاجا بهذه المناسبة التي يحضرها مئات الآلاف من الزوار المحليين والسائحين الأجانب للاستمتاع بهذه المناسبة المميزة التي تمر مرة كل عام. وفي هذه المدينة يجد السياح أجواء مشابهة لأفلام الرسوم المتحركة نشاهد في الفيديو.
أهلا بكم من جديد في فقرة مبدعون، عن الإحساس، عن الكلمة العذبة، عن الشعر. راح نتحدث اليوم مع شاعر عراقي شاب استطاع أن يرسم له طريق مليء بالنجاح وبالتفوق، وكان حريص على إيصال الشعر العراقي والشعر العربي، الشعر الشعبي أيضا بالتحديد، يمكن لمستويات كبيرة جدا. أهلا بك أحمد أبو العز، نورتنا. أهلا وسهلا بكم كادر قناة شرقية وعلى كل مشاهدي قناة شرقية. أهلا وسهلا بك. كان اليوم تحدث عن بداية مسيرتك ودخولك لعالم الشعر، وأيضا من عالم الشعر انتقلت لعالم يمكن الكتابة والروايات. الروايات يمكن نوعا ما تحتاج إلى نظرة أوسع، تحتاج يمكن إلى يمكن إسهاب فيما تكتبه. يعني شلون بديت بالشعر وايضا انتقالك لعالم الكتابه والروايه؟ هو الروايه لا يختلف شيء عن الشعر، لان يعني هي المعتاد والمعروف عنه انه هي القصيده تكتب بموضوع، يعني صح. الفرق عن الروايه انه هذا طرح بدون وزن وبدون قافيه، لا اكثر. هذه اكو فيها ضوابط، قصيدتك دائما تكون مختصره، روايتكم موسعه اكثر، بغض النظر ان انت عندك المساحه الكافيه انه انت توسع موضوع القصيده، يعني تقدر تتمكن، لان اكو قصايد بتوصل مثلا للستين او سبعين بيت، صح، وتوصل اكو يعني كثير من المعلقات توصل للسبعين بيت. الاختلاف عن القصيده والروايه هو الضوابط فقط، يعني صح. هنا نتحكم باللغه كروايه، وهنا لا نتحكم بالقافيه والوزن الى اخره، صح. يعني يمكن دائما خلينا نقول القصيده، نعم، فلنفرض 10 ابيات يمكن تستطيع ان تعبر عنها بسهوله، وهي ايضا تحمل فد موضوع او عنوان معين، ولكن الروايه انا اللي اقصد اليوم، نعم، يمكن كثيرين يكتبون شعر بس ما يستطيعون يدخلون العالم الروايه، العالم الروايه عالم كبير جدا واسع، ويحتاج لتفاصيل دقيقه، يحتاج لاسهاب، يحتاج لمواصله في الكتابه، وهذه الاحداث التفصيليه يعني هذا هو اللي شوف هو احنا ما ناخذها من هذا الجانب، نعم. الروايه، كتابه الروايه وكتابه الخواطر هو جزء من الثقافه، صح، يعني لا يختلف عنك شيء. بكل مفاصل الحياه انت تحتاج للقراءه اكيد، طبعا طبعا، اذا كانت روايه، اذا كانت شعر، اذا كانت حتى خواطر. فاحنا من نقول انه موضوع القصيده 10 ابيات، يعني انت من تقول ال10 ابيات عندك المساحه الكافيه انه انت توظف اللي تريده وتوصل طبعاً الفكره للمستمع، طبعاً طبعاً. لكن اكو اقل يعني من ال10 ابيات اللي هي الدارمي مثلا او الابوذيه، هذه الالوان، صح، يعني مثلا انت عندك الدارمي يعتبر قضيه ولا يعتبر انه هو مجرد لون، صح. ليش؟ لان انه عذرا انه كل تفاصيل الموضوع يجمعها بمجرد 4 إلى 5 مفردات، يعني كل اصعب. نتكلم على موضوع القضيه، يمكن اغلب الشعراء العراقيين اللي مروا على السنين السابقه وخاصه في فتره السبعينات والثمانينات كانوا دائما يحملون القضيه العراقيه، صح، ويعني الشان العراقي، بالتالي يعني الشاعر دائما ما يكون ان هو لسان عامه الشعب، يعني صح، ما يرغب الناس يعني بالتعبير عنه، يعني ممكن يكونون يعني امور كثيره يعني يشعرون بها، فبالتالي الشاعر يكون هو القدوه لهم، هو اللي يحمل لهم قضيتهم، وبالتاكيد يعني هذا القصد. وهي احنا ناخذها انه الشاعر ياخذ الجانب الواقعي وياخذ الجانب العاطفي اللي يشوفه، مثلا انه حوادث الاستشهاد، حوادث الفقدان، الوضع الامني مثلا، انه اخ فاقد اخوه، هذه التفاصيل تكون عاطفية أكثر. الإنسان اللي هو يكون مثلاً يعني صاحب المصيبة ما عنده المدى الواسع بتوظيف الحسرة الداخلة واللوعة، فهنا أنه الشاعر يكون مرعاة المجتمع، يعني بالضبط يشتغل. والفرق من أدب، يعني إحنا أكثر القصائد مثلاً أنت تشوفين المضمون مالتها مو عميق، يعني لكن أسلوب الطرح وأسلوب الإلقاء يوصل جمالية أكثر. بعدين إنه إحنا ضافت لها الموسيقى وضافت لها تفاصيل الإلقاء، يعني فكانت مؤثرة أكثر. يعني أحمد، هذا قلتها سؤال ثاني، هو إضافة ألوان جديدة للشعر الشعبي العراقي، تشوف هذا الشيء أم هو يعني سلبي ولو إيجابي؟ لا، هو أشوف أكيد سلبي، يعني الإضافة دائما تكون سلبية. ليش؟ لأن كل شيء يزود عن حده ينعكس ضد، أكيد، خاصة إنه ألوان الشعر الشعبي احنا ما نقدر نتجاوز وما نقدر نضيف لاسباب، يعني اللي بحكم عمري انجاز الشعر قليل، يعني ما له الصلاحيه الكافيه انه هو يضيف، صح، هذه نقطه يعني اهم.
النقطة الثانية إنه كل التفاصيل والألوان الشعرية اللي قاعد يكتبها هي أصلاً موروث من عندك كل شو اسمه الأبوذية، هي أصلاً يعني من العهد السومري، يعني ماكو شيء جديد صح؟ فهذا إحنا ما نقدر إنه هو يعتبر تراث مثل ما إنه أسد بابل، هاي أساسيات يعني ما حد هذه ما نقدر نضيف لها. ممكن يعني مثلاً أنت عندك الإضافة اللي نعرف الأبوذية، الأبوذية مخترقة الوطن العربي صح، ما يجي انه انسان يضيف لها مجرد مفردات، نعم هو ينطيها جرس موسيقي لكن ما ينطيها جماليه الوعي وجماليه الاضافه الحقيقيه، فبالتالي تكون سلبيه يعني. من ضمنها انه العبوديه صارت مشطر وبعدين اضافوا لها الدارمي، هو اصلا الدارمي هو يعني نزار قباني يقول انا وما كتبت وما راح اكتب انحني امام هذا البيت الدارمي العراقي نزار قباني اللي هو الدارمي من الشاعر فدعى الإنسان العظيم. زين انت هذا دي يقول لك انه نزار قباني بكل محتوياته صح العفو بعظمته الثقافيه اللي واصله ويقول انه يشيد بالدارمي العراقي، يجي انسان مثلا عمره الشعري ما يتجاوز الست سبع سنوات يضيف صح ما اعتقد يعني صح. لا فيعتبر سلبي صح. طيب نبدأ نسمع منك، يمكن هسه الجمهور يحب يسمع من أحمد أبو العز، وأنت يعني أيضا ظهرت قنوات كثيرة ولكن دائما ما يكون مشتاق لك الجمهور ويسمع منك. أيضا أنت حصلت على جائزة شباب العراق، هذا الموضوع حدث عنه بعد نسمع قصيدة عنه. نبدأ بقصيدة وطنية ممكن؟ أنا بس هو أكيد إحنا نفتح البرنامج يعني ونتواصل بقصيدة نعم. عن الوطن، لكن احب انوه يعني انه انا كسول يعني بالنتاجات مو حرق يعني. اي ماخذ من بعض انه ماده يعني متواصل بيها ويا الناس، لكن انه عندي وسيله بيها انه اوصل لا ما عندي هذا الشيء. وثاني شيء هو التوفيق من الله اذا كنت شاعر او مقدم ما طبعاً, علاقة طبعا طبعا هذه قصيده يعني تعتبر عتب يعني لا ياخذوها علي يلا خلينا ننتقص من الواقع. يقول عراق إيش كبرك إيش عرضك نطيناك إيش كثر شبان وانت بشعبك تنزل عراق إيش كبرك إيش عرضك نطيناك إيش كثر شبان وانت بشعبك تنزل اطشنا على الحرب شكلية وعلى الوجبات نتكتل نسافر ناخذك حسرة ما كنك أبونا نضيع نتأخر ولا تسأل ومن نعاتبك تزعل رسمناك على كل غربة على كل غربة نمشي نقول يا الله نمشي نقول يا الله نمشي نقول يا أبو الخير يا أبو الخبزة جوعانين يا أبو الخير محتاجيك أنت أول وطن مكروه بس محبوب واحنا اخر شعب نرتاح انت اول وطن مكروه بس محبوب واحنا اخر شعب نرتاح واحنا اخر شعب نرتاح بنتك تحلم بحنة وابنك يحلم بزفة بعد نيشانهم ما صار هو يدري راح يموت وهي تدري تترمل ومن نعاتبك تزعل وطننا العلم صار أقسام الأبيض شفل للفقرة الأحمر دم على الساتر الأخضر صار للخضراء لبسناك على كل مذهب وبس اللون الأسود ظل ومن نعاتبك تزعل جبت لنا صور حرمان جبت لنا صور ننهان جبت لنا صور فقرة جبت لنا صور هجرة بس ما جبت صورة حل ومن نعاتبك تزعل جبت الحافي سويته مناضل قوة على الفقرة جبت المائلة ذرة شرف على القاع يلزم شيلة الحرة جبت اللابس عمامة يكره سيرة الغترة السياسي جبته ما يعرف حرف عنك نطيت رقابنا الذولة ونطيت حلوقنا الذولاك وندفع بيها راح تفض هسه تفض ما ظل صبر نتحمل ومن نعاتبك تزعل تعال احكي لك الصاير نطب للبيت نتفتش نطلع برا
لازم باج نوقف سيطرة نقضيها نتوسل ومن نعاتبك تزعل وطن البيك شي واحد بس الفاتحة توحد السني يموت نقراها الشيعي يموت نقراها نأسف يا وطن منك أبويا منين ما يرتاج يصرخ آخ الشظايا معش عشة بجسمه وأم الهسة على التنور تلبس الثوب مقلوبي الوجه الثاني تكشخ بي كل الخاطر عيونك بس ما خلنا ما عونك حرنا منين نبدو ياك يل ما ينتهي ذكرك رغم الذر والعنقودي والنابال نشتمك والمكتوب بترابك الما عنده ظهر يرحل ومن نعاتبك تزعل وطن تطردنا نرجع لك وطن مديدك لولدك وطن ما خدنا تربيتك نرجع لك بلي جروح نهتف باسمك وصيتك وما نهتف بعد ونقول باسم الدين باقون الحرامي. إذا يعني انا اسف اطاليت عليكم. لا بالعكس يعني يمكن هذه الشعر يعني وجزء من يجسد يعني يمكن معاناة الشاعر يعني في وصف يعني وضع بلده ووضع يعني مدينته فبالتالي يعني انه ابسط شيء او ممكن انه هو يعبر عليه انه على الكلام. واحنا وظيفتنا يعني كشعراء مثلا انا ما احب يعني مرات انه انا احدد الكلام بانا يعني الجميع هو اللي هو صاحب المسؤولية الكبرى كشاعر كمثقف كصحفي إعلامي إلى آخره وظيفته أنه هو ينقل الواقع الحقيقي يعني المصداقية طبعًا بالعمل طبعًا هي سر النجاح أكيد يعني بالتأكيد. فأنا هذا اللي كتبته ممكن أنه بعض يعني هو الشاعر يمكن باختصار وسط الشعب أنا أشوفها من وجهة نظري يعني ممكن أنا أذرا هذا القصيدة ممكن تأخذ لغير جانب يعني صح لكن هو هذا الواقع الحقيقي اللي أنا ما أضفت شيء يعني والحقيقة لازم تذكر من كان الشاعر ومن كل يمكن الاختصاصات الثانية أيضا قبل الختام أحب أذكر أنه أحمد أبو العز كان إلى رواية باسم شرف عيان يمكن الوقت داهمنا أحمد صح وللأسف ممكن أنه أطالت بالقصيدة لا بالعكس استمتعنا كثير بسماعنا لهذه القصيدة طبعا هذه رواية يمكن موجودة وراح تكون فيلم إن شاء الله عن قريب يمثل في مصر فيلم مصري لشرف عيان وأيضا إلى تكريمات عن هذه الرواية وإلى روايات ان شاء الله تصدق قريبا روايه ثانيه كل التوفيق يعني اتمنى لك شكرا جزيلا الكاتب الروائي احمد ابو العز جدا اتمنى لك التوفيق ويعني نتمنى لو كان عندنا دقائق اكثر حتى نتكلم معك ونسمع من شعرك الجميل ويعني طموحاتك ويعني كل التوفيق لك يعني مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم راح نلتقيكم بكل تاكيد بحلقات مقبله وجايه مع الف سلامه الى اللقاء شكرا